إذا حكينا المياه اللي بتأتي من شبكات الصرف الصحي حتى لو كانت معالجة هي مياه عادمة لا يمكن استخدامها في ري المزروعات، أما المياه القادمة من الاستخدام المنزلي كالاستحمام والجلي والغسيل هذه مياه رمادية نعم يمكن استخدامها في ري المزروعات. فخلينا نتعرف مع بعض على المياه الرمادية. المياه الرمادية زي ما احنا شايفين في هذا الشكل هي مياه تأتي من الاستخدام المنزلي فقط كالاستحمام والجلي والغسيل، هذه هي مصادر المياه الرمادية. طبعا تتعرض لوحدة معالجة اللي هي عبارة عن أحواض مملوءة بالفحم والحصى والرمل، وبنستخدمها فيما بعد في ري المزروعات، زي مثلا لو كان عندي حديقة مشجرة وبعتني فيها بقدر أستخدم هاي المي بدل ما أستخدم المي اللي موجودة عندي في الخزانات. تمام. طيب مياه المراحيض وين بتروح؟ بتروح مباشرة على شبكات الصرف الصحي اللي هي تعتبر كمان مثل المياه العادمة، وهاي المياه تعتبر مياه سوداء. تمام. إذا إحنا بنقدر نحكي إنه في عندي مياه عادمة، في عندي مياه رمادية، في عندي مياه سوداء. طيب نيجي نتعرف مع بعض. المياه الرمادية هي المياه الناتجة عن الاستخدامات المنزلية مثل الجلي والغسيل والاستحمام ونظافة المنازل والوضوء. عندي هون سؤال إنه كيف بدي أعمل معالجة للمياه الرمادية؟ بدي أمرر المياه في عدة أحواض مملوءة بالفحم والحصى والرمل، هذه المياه بتتجمع وبعد ذلك بنضخها لري مزروعات الحديقة والأشجار. طب أنا هون في عندي سؤال، كيف أستفيد إذن أنا من المياه الرمادية اللي موجودة في منزلي؟ عند إنشاء المنزل نعمل تمديدات صحية خاصة بفصل المياه السوداء الآتية من المراحيض عن المياه الرمادية الآتية من الاستعمالات المنزلية كالجلي والغسيل والاستحمام. تمام؟ هيك إحنا بنقدر نستفيد من المياه الرمادية. طبعا للإجابة على الأسئلة تحت الشكل، ما مصادر المياه الرمادية الاستخدام المنزلي؟ أين تزال المواد العالقة من المياه الرمادية في وحدة المعالجة اللي هي الأحواض؟ كيف تعالج المياه الرمادية في وحدة المعالجة أحواض مملوءة بالفحم والحصى والرمل؟ في واجب عندكم يا سادس اللي هو أقوم تعلمي. آخر نقطة عن مصادر المياه الاعتيادية، إنه بده يحكي لي إنه مياه البحار هي مياه اعتيادية موجودة على سطح الأرض، لكن هاي المياه بتحتاج لتحلية. حكينا شو معنى تحلية مياه البحار؟ إنك تعرضيها لعمليات من أجل إزالة الأملاح الزائدة منها وتصير مياه صالحة للشرب، يعني مياه عذبة. طبعا الأردن بحاول يخطط مشاريع لتحلية مياه البحر الأحمر، لكن دول الخليج العربي منذ زمن طويل وقديم أقامت مشاريع كبرى لتحلية مياه البحار لمواجهة نقص المياه العذبة عندها أصلا. إذا هنا في سؤال جدا مهم، شو العمليات المستخدمة في تحلية مياه البحر؟ نستخدم عملية التبخر وعملية التكاثف من أجل الحصول على الماء العذب. بدي أنزع الملح عن الماء. طبعا هاي العملية اسمها التقطير، عملية التقطير. وعندكم واجب أقوم تعلمي. يعطيكم العافية سادس.